السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايش شيخ حضرتك، أنا ولدت بنت يعني قبل ما عادي يعني كان في الثامن كده، واتولدت وقعدت في الحضانة 3 أيام وتوفت. هل إن أنا لازم إن أنا أعقلها ولا لا يجوز لها العقة؟ لا يلزم العقوق، لا تلزم العقيقة لها، لأنها ما أتى عليها اليوم السابع. بارك هي الله فيك. يعني هي في ماشي، شكرا.